السلام عليكم ومرحبا بجماهير النادي الافريقي ومرحبا بجماهير كرة القدم التونسية. مبروك انتصار اليوم، ولو انه مقابلة ودية. النادي الافريقي ينتصر على الهلال السوداني بنتيجة 2-1. الاهداف احمد خليل وكينغسلي ايدو عن طريق ضربة جزاء. الهلال السوداني ذلل الفارق، معناها بعد ما كان زوز بلاش ذلل الفارق، اصبحت 2-1. الهلال السوداني كاليبر باهي في الافريق، حاجة تساعد النادي الافريقي باش النادي الافريقي يبني عليها المستوى نتاعنا اللي نجم يكون، على خاطر فريق افريقي قاعد يحضر عنده تو يمكن شهر ونص في تونس. الفريق الهلال السوداني يحضر وحاضر واموره باهية، معناها اذا كان وصلنا انتصرنا عليه 2-1 راهو هذاك مستوى النادي الافريقي بريسك في الافريق. وبالنسبة لي انا 2-1 نتيجة صعيبة، كنت اتصور انتوما انتصرنا 3-1، 3-1 خير، ولو أنه جاء هدف خليل القصاب تسجل والحكم احتسبه معناها تسلل. بالنسبة للنتيجة هذه، أنا المرة اللي فاتت تكلمت وقلت لكم راهو الكلوب أفريكان المقابلة اللي عملتها ضد الملعب التونسي، أنا ما عجبتنيش الطريقة نتاع الأداء نتاع لاعبين النادي الأفريقي، تقول لي مقابلة ودية ونبدو ونعملوا شونجمونات. اوكي، اما شنيا كي تعمل شونجمونات يلزمك زادا الفريق اللي مقابلك يعمل فيه شونجمونات، يلزمك تربحو، هو انتصر عليك. هذه اللي ما حبيتهاش انا وما حبوهاش برشا من جماهير النادي الافريقي اللي عندهم لاراج دو فانكر، الناس اللي تحب الانتصارات وما تحبش الهزايم، الكلهم كانوا معايا في نفس الموقف، وهذا امر طبيعي يلزم يصير للناس اللي تحب النادي الافريقي ترجع للتتويجات. سمعوا كلامنا الملاعبيه، سمعوا كلامنا مدرب المدربين نتاع النادي الافريقي بما فيهم سعيد السابي، الناس كلها عرفوا اللي راهو النادي الافريقي فريق كبير، راك تدربوا في فريق كبير يلزمكم ديما تنتصروا حتى في مقابله وديه. الناس الكل في بالنا اللي المقابله اليوم باش تكون مقابله ويكلو هذايا متفاهمين فيه، ولكن المقابله كان فيها 2000 متفرج من جماهير النادي الافريقي. يعني علاش فيها 2000؟ يعني ما تنجمش تحوز جماهير النادي الافريقي على الفريق نتاعهم في البارك، راهي في البارك نتاعنا، ما تنجمش تحوز حتى واحد، معناه اللي حاب يمشي يتفرج خليه يمشي، كي راهي الكلوب افريكا يا ولادي العب كوره شيخو. الرساله نتاعي وصلتها بعد مقابله الملعب التونسي اللي خسرنا فيها 1-0، نزيد نوصلها للملاعبيه اليوم بعد ما انتصرنا 2-1. الناس شيخه جونا باهي، انا فرحانين مرتاحين بك المردود اللي قدمتوه. صحيح لعبنا بزوز فرق، فريق في الشوط الاولاني وفريق في الشوط الثاني، النادي الافريقي الاهداف تسجلوا في الشوط الثاني، يعني كي مش نحسبوها الفريق الاحتياطي والربح، لا لا، الافريقي عندنا كما حكيت لكم في المره اللي فاتت وقت سميت لكم الملاعبيه بتاع النادي الافريقي الاساسيين والاحتياطيين، عندنا 26 ملاعبي بريسك قراب لبعضهم في النيفو، ما همش يتباعدوا على بعضهم بصفه كبيره ياسر. عندنا كينغسلي ايدو معناها سجل اليوم، وهذا اللي طلبت بيه حاجتي بكينغسلي ايدو بس يسجل. نطالب حمدي العبيدي ابدا اكبس روحك، عايش ولدي ابدا اكبس روحك، راهو ما يستنى شيء، الطياره ما تستنى حد، راه طياره كي تقلع سيفينيرا ماهوش ترى، هذه طياره الكلوب افريكان لعب معها طياره، يعني ماهيش لعبه الكلوب افريكان، راهو ماذا بيك تحضر روحك حمدي العبيدي، رانا حاجتنا بيك عام سنه باش تكون راجل ديكوردي باش تعاون وتقف مع اللاعبيه وتقف مع النادي الافريقي باش النادي الافريقي نرجعوا للالقاب. كينغسلي ايدو ضربه جزاء سجلها نتاع لاعبي نيجيري بير، عرفتوا كيفاش يتقدم واحدة واحدة، يقف ويحط الكرة بالمرتاح، ما عندوش حتى مشكلة مع ضرب الجزاء، ما عندوش عقدة نفسية مع ضرب الجزاء، يعطيه الصحة كينغسلي ايدو. برافو، هذا اللي حابين نوصلوا له. نبهت الملاعبيه ونبهت الاداره باش تلعبوا المقابلات الوديه بامور جديه، راهو الفريق هذا السوداني يشبه بصفه كبيره الفريق اللي مش تلعب له من اثيوبيا والا الفريق نتاع تنزانيا، وان شاء الله بالتوفيق للنادي الافريقي. غدوه الحي ان شاء الله السبت، يعني نهار السبت ان شاء الله مع 5:30 عندنا مقابله وديه ضد النادي البنزرتي في ملعب الشادي زويتن، ان شاء الله نلقاو جماهير النادي الافريقي كالعاده، ان شاء الله يجيو. ملعب الشادي زويتن راهو ملعب جميل جدا خاصه في المقابلات الوديه، ان شاء الله يا خويا سيبونا قلتوا ويكلوا، ان شاء الله تسيب عليك لو يكلونا شيء، خلي الناس باش تتفرج قداش يجيو، باش يجيو 2001 باش يعملوا جو، راهي مقابله وديه يا ولادي، سيبوا الدنيا خلي الدنيا تتسهل، حتى مقابلة في زويتن يا رسول الله
يخلي الناس تمشي تتفرج وتمشي تعمل جو ما فيها شيء. الحكايه كلها متعه، الناس تحب تشجع الفريق نتاعها، خلي الناس تمشي تتفرج في الكوره، وخلي العباد شيخه وملعب زويتن فيه مكان يهز 5000 متفرج، اللي باش يمشي وديما ماهوش برشا، معناها اللي باش يمشي خلي يتفرج على روحه يعمل جو. وراهي الرياضه للتحاب وللتاخي، ماهيش باش تبعدوا العباد واش تخرجوا العباد من 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 المدارج، ومش تخرجوا العباد من البارك من البارك نتاعهم، لا هذه حاجه لا سبيل اليه. فرحانين اليوم مرتاحين، الرسالة اللي وصلتها أنا وصلت والحمد لله، اللي حبيت عليه وصل. بين قوسين ثم موضوع بعض اللي أنا راني كونتر وقت اللي نرى تخلويذ نرى غلط، أنا راني كونتر. ثم شكون جبدوا على ملاعب العرفاوي هذايا رشيد العرفاوي اللي اسمه اللي بصحته الترجي اللي ما نجمش روحه جملة، تي هو بن حمود ومش عارف شكون ما نجموش رواحهم ومشاو على رواحهم. ثم شكون يجبد على عرفاوي؟ انتدابات كبيرة في النادي الافريقي، شكون قال لك ثم انتدابات؟ شكون جبد الموضوع من مسؤولين النادي الافريقي ولا إدارة النادي الافريقي اللي احنا مش نتدبوا هذايا هالعرفاوي؟ تي هو ما نجمش روحه في الترجي وربحناهم احنا عاملين، ولو ما نجمش روح تحبوا ينجم روحه في الكليب افريكان اخي شبينا احنا ينطحوا بينا؟ يا ودي رانا الكليب افريكان راهو ما حاجة فوق الخيال نتاعك اللي معناها ما نحبش انا نبدا نسمي في الاسامي، ولكن لازم باش يعرفوا رواحهم، واكيد عرفوا رواحهم. والكليب افريكان راكم ما تنجموش تحكيوا عليها معناها بامور استحقار وهاو مش الملاعبي هذا، انا الملاعبي هذا الكليب وما ادراك نجيب انا الملاعبي هذاك لو نجيب فيه ما نجيبوش، نجيب قلب هجوم كما ايدو اكثر من ايدو ولا ما نجيبش. واضحة الحكاية، الرسالة وصلت لي، الناس الكل عرفت الموضوع وفاهمين. احنا كلوب استيه وقت اللي نحكوا على الكلوب نحكيو بكل جرحه وبكل رجله، نحكيو صحاح مع الكلوب افريكان. بالنسبه لل التستوات نتاع اللاعبين الشبان في النادي الافريقي اللي مازالوا ما بدوش في الكوره، ميني مكادي بوسا معناها مواليد 2011 و2010 ان شاء الله معناها، ومعاهم 2009 و2008 و2007 هذم كلهم عندهم اختبارات ان شاء الله معناها نهار 5 يمشيوا ياخذوا الاشتراك هذايا ب 25 دينار نتاع لاسيرونس باش لا قدر الله تصير اصابه في التريمو معناها في التيست هذاك، او كان الكلوب افريكان تتحمل المصاريف هذيك. بخلاف هذايا الملاعبيه الشبان هذوما مواليد 2010 ومواليد 2009 عندهم يبداو معناها نهار 8 ونهار 9، ومواليد 2009 و2008 و2007 يبداو من نهار 10 ونهار 11. ذوما التستوات نتاع الملاعبين الشبان اللي عنده موهبه واللي يعرف روحه ونجم تكون عنده كارير في كره القدم يمشي تستي في الكليب افريكان، ولعل يطلع شي ملاعب كبير كما حمدي العبيدي والا كما فوز الرويسي، يولي لنا ملاعب كبير في النادي الافريقي. وهذا اش نحبوا؟ نحبوا النادي الافريقي الملاعبين نتاعنا الجمهور نتاعنا الصغير يمشي تستي على روحه، وان شاء الله بالتوفيق للوليدات الصغار الكل بالنسبه للنادي الافريقي. المريول نتاع الكليب افريكان صارت عليه زوم صغيره معناها، ثم شكون خرج المريول الجديد نتاع الكليب افريكان من اللي هي الغادي في سبونسور خرج بالفرحه نتاعو، ثم شكون قالوا احنا ما تساعدناش كيفاش يخرج لنا المريول وكل شيء. يا ولادي راهو اللي خرج المريول نتاع الكليب افريكان الجديد هذاك المريول المزيان ان شاء الله هذاك الناس الكل ناخذوا منه، المريول هذاك راهو خرجناه مش نحكي لك الجماهير نتاع النادي الافريقي والا اللي هي في سبونسور اللي خرجوا وصلوا للناس الكل من جماهير النادي الافريقي، راهو خرجوا بامور فرحه. راهو هذاك السيد اللي خرج راهو هذاك عامل في اللطخه نتاع النادي الافريقي، دافع دم قلبه للنادي الافريقي. فلذلك كي تقول لي احنا مش نعملوا تحقيق، تحقيق شنو يا اخي؟ سرب حاجات كبيره، سرب مريول نتاع الكليب افريكان، انت غدوه مش تقدموا، قدموا هو للجماهير نتاع النادي الافريقي باش جماهير النادي الافريقي يفرحوا بمريولهم ويمشيوا غدوه يشريوا المريول. وان شاء الله تحيي النادي الافريقي، ورانا كلنا مع النادي الافريقي والكل ندزوا على النادي الافريقي، وبقدره الله ترجع النادي الافريقي للسكه الصحيحه. على فكره ثم ظهر لي الطاس معناها مش ثم عقوبه منع عقوبه انتدابات معناها باش تصير في النجم الساحلي حتىش 2024، هذه معلومه نسوقوها بكل احتراز الى غايه حتىش نشوف المعلومه هذه شنو هي الحكايه نتاعها، ولكن في بالنا ثم ديون معناها للنجم الساحلي ونشوف النهايه معناها شنو هي. الفرق التونسيه كل مره فريق معناها يبقى معناها يتخطيه الطاس باش الا ما يخلص الاخطاء نتاعو بالمليارات، شكون يتحمل السبب هذايا؟ الله اعلم. المهم النادي الافريقي بكل خير، النادي الافريقي رجعت السكه الصحيحه، الانتصارات اللي حبيت عليها انا ولو في مقابلات وديه صارت والحمد لله، الناس شايخه
الكلنا شيخين، لعبات شيخة وفيفا فرزة سيارة.